السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في صحه جيده. غادي تسمحوا لي اليوم ما غاديش نبين وجهي، فقط انني كنت بغيت ندير لاصيغ وانا نقول بلاتي نصور فيديو ونحطه في القناه يوتيوب. نتوما راه غادي تشوفوا لي زاباغاي ديالي، راهم ساكن ملوكين، يعني بحال لي باغاي تتلقي عندك وفوره قدام بزاف، حيت تقريبا شي 10 سنين هادي وانا تنستعمل لاصيغ. دونك بغيت نحاول نوريكم لا مارك اللي تنستعمل، وبغيت نقول لكم كيفاش تنستعمل لاصيغ واشنو اللي تنديرو قبل واشنو اللي تنديرو بعد باش هكا تستافدوا. اول حاجه هاد الترا واكس، بالنسبه لهاد الترا واكس راه هي باردون بغيت نقول ايطال واكس. ايطال واكس راه عباره عن حبيبات بحال هكا، بحال حبيبات ديال القهوه اللي تنستعملوهم في هاد لاباغاي. هادي هاد لاباغاي سميتها واكس برو واكس، دونك برو واكس تقريبا دايره شي 125 درهم عند مالي الماكياج. بالنسبه لتنديروا فيها هاد لاصيغ نتاعتنا تدوب، تندورو من هنايا تنشعلو، تنديروا لاصيغ تدوب ابخي تنطفيو عليها، تنحركو حتى تتبان لينا وصلت بحال هكا، تبانت لنا وصلت بحال هكا. انا بالنسبه لهاد لاصيغ هادي البنات تنستعملها لتحت الاباط، وتنستعملها لي بورت مايو يعني المناطق الحساسه تنستعمل ليهم هادي. وعلاش انا تنختار الى رديت البال هاد ايطال واكس؟ راه فيها لي كولور، راه فيها ديال بزاف ديال الانواع ديال البشره، فيها الغوز، فيها الصفراء، فيها بزاف. انا تناخذ هاد بوغ اوم، هاد النواغ هادي سي بوغ لا بو سونسيبل. منين جربتها اول مره، دونك منين جربتها اول مره وافقت لي البشره نتاعتي، ما تدي لي لا حبوب، ما تضرني، ما تحرقني، من بعد ما تدي لي لا حموريه لا والو. داكشي علاش حاولت نختار هاد لا مارك هادي. خدوها نتوما على حساب لا بو ديالكم. دونك منين تدوب لنا هاد 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 لاصيغ هكا، تنشدو تنديرو الطلق ضروري البنات، من الطلق الطلق تنديرو على لابو نتاعتنا، تنديرو على لابو ديالتنا اللي تتكون طبيعه الحال نقيه. حاولوا لاصيغ الا بديتو تستعملوها تكون تكونوا ما حاكينش، يعني ما دايرينش واحد الكوماج لابو ديالكم تقريبا واحد 3 جوغ حتى 4 جوغ، يعني ما تكونوش حاكين اللحم ديالكم باش هكا ما يجيكمش تهيوجات. تندير الطلق عاد ابخي تندير هاد لاصيغ هادي، هادي تنديرها لي زيسانت باردون، هادي تنديرها طيبات، تنديرها لي بوغ دو مايو. وبالنسبه لهادي هي انتم تشوفوا لاباراي، راه ما تديوش البنات على لاباراي، راه مسكينه عندي 10 سنين هادي، وهي تتقول لي العار انا ولبدليني، ولكن باقي خدامين ليا مزيان ما كاينلاش نبدلهم. وعرفتوا لاصيغ منين تتبي تنقيها من 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 لاباراي صعيب بزاف باش تنقيها لك. دونك بالنسبه للجسم ديالي تنستعمل هادي، تنستعمل هاد لاباغاي هادي، تناخد هاد لا مارك ديال هادي راه فيها لي كولور حتى هي على حساب بزاف ديال الانواع ديال البشره، فيها ديال تلافوكا، فيها بزاف ديال الانواع. انا تناخد هاد الميل هادي، هي ركزوا لي على هاد القضيه هادي، تناخد هاد لا مارك اللي فيها ماد ان ايطالي، ها هي بانت ليكم اللي فيها ماد ان ايطالي. هاد لا كاليتي هادي زوينه بزاف، من لا كاليتي الاولى، وهي باش تخدموا بزاف الكوابورات، هي باش تخدموا الصالونات. هادي بالنسبه لتنديرها ليديا والرجليه، ليديا ورجليه. اما هاد الواكس قلت لكم تنستعملها لي بوغ دو مايو، وتنستعملها لي زيسان. بالنسبه لي بون ديال لاصيغ، لي بون ديال لاصيغ تمشيو عند مول الماكياج تقولوا لي بون ديال لاصيغ، يعني ماركه مزيانه. هادي الطقم تقريبا بشي 75 درهم حتى هي، هاد الكارطوش 13 درهم، هاد لي بون ديال لاصيغ 35 درهم، وهاد لاباغاي 125 درهم، هادي ب 75 درهم. وراه تستعمل لكم بالنسبه لهاد لاصيغ هادي اللي بغيت نقول لكم، راه تستعمل لكم بزاف 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 ديال المرات. يعني راه لاصيغ ملي تديريها، ملي تداومي عليها، تديرها ديك مره في الشهر، تتبقاي ديك مره في 20 يوم، المره الجايه ديرها على مره في الشهر، المره الجايه ديرها. وحاجه حاجه اخرى ثاني هو ان لاصيغ تتنقي لنا لابو، لاصيغ تتنقي لنا لابو، يعني لي بوغ مايو طيب ابيض مع لاصيغ تحت الاباط كذلك طيب ابيض مع لاصيغ. يعني دير طالك تديروه قبل ما ديروا لاصيغ ديالكم باش ما تكونش لابو عرقانه. واحد السر اخر اللي غادي نقول لكم بالنسبه للبنات اللي تجيهم ديك الحموريه من بعد لاصيغ، يستعملوا لابيافين. اون فوا يكملوا لاصيغ، كي يكملوا يستعملوا كوش غليظه ديال لابيافين، وديك 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 وداك النهار كله فاش داروا لاصيغ ولا غتلي كوش من ورا كوش، يعني حتى ديك البلاصه تبان لهم ما بقاتش فيها الحموريه. هذه نصيحه.
تاني نزيدكم واحد الحاجة بالنسبة للزيت اللي تنستعمل من بعد لاسير، وهي زيت النمل. هاد زيت النمل للبشرة فقط، ما تستعملش للشعر. هاد زيت النمل في الحقيقة جاتني انا من السعودية، وهي متواجدة بزاف في الامارات العربية السعودية، تما فين تتقاد تلقاوها في دول الخليج، قطر، الامارات. يعني هنايا عاد لي بارا، كاينين لي بارا اللي عندهم، كاين لي بارا اللي ما عندهمش. المهم تاخذوا زيت النمل. بالنسبه لهاد لا مارك هادي راه زيت النمل اصلي. بتقولوا لي اشنو تدير هاد زيت النمل؟ هاد زيت النمل من بعد ملي تندير لاسير ديالي وتندير لابيافين، تنخلي لابون تاعتي حتى تشرب لابيافين، عاد تندهن بهاد زيت النمل، عاد تندهن بهاد زيت النمل. هاد زيت النمل هادي اشنو تدير؟ ما تتخليش لنا الشعر ينوض دغيا، يعني بحال تتكسر لنا الزغبه هذيك، ما تتخليش لنا الشعر ينوض دغيا. الا كان تينوض لكم على 15 يوم ولا 20 يوم، غادي يولي على شهر، ومع المداومه بحال تتقتل لنا الزغبه. هذا هو الدور الاساسي ديالها. انا ما مستغنياش عليها، رانا كملت قرعه وهاني باديه في قرعه. كيفاش الاستعمال ديال هاد زيت النمل البنات؟ الاستعمال تاع زيت النمل وهو انكم تستعملوها يوميا في الليل، من بعد منين تديروا لاسيغ يوميا في الليل، تدهنوا بها اللحم ديالكم يوميا لمده 7 ايام وتتحبسوا. عاوتاني لاسيغ الجايه منين تستعملوا لاسيغ ديالكم تديروها يوميا في الليل وتتحبسوا. بالنسبه للسباتول، انا بالنسبه ليا تنستعمل بوحدي لاسيغ، تنديرها راسي بوحدي. اللي تيستعمل لواحد لاخر حسن يدير دوك لي سباتول تاع الخشب، انا تندير هذه حيت تنستعمل بوحدي لاصاق. حتى منين تجي تنبي ندير عليها تجيب معها السباتول ديالها. بالنسبه لهذه قلت لكم قاده كاينه في الصيدليات في في, في 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 جميع مناطق ديال المملكه العربيه السعوديه، كاينين في الخليج، يعني معروفه بزاف. زيت النمل راها دخلوا قراو عليها، راه عندها نتائج زوينه زوينه بزاف. نورا لاسيغ كيفاش غادي نوريكم كيفاش تستعملوا لاسيغ، خليوها. المهم ما يمكنش ليا مع بوحدي تي، ما كاينش كيفاش نصور. نحاول ان شاء الله الا جات اختي مراك راه بغيت نديرها ليها، نحاول نصور لكم دي فيديو. اصلا الا دخلتوا اليوتيوب راكم تلقاو الطريقه كيفاش ديروا لاسيغ. انا عطيتكم فقط لي برودوي باش تنخدم، عطيتكم لي برودوي باش تنخدم، وعليكم نتوما تمشيو تجتهدوا وتقلبوا في اليوتيوب، او الا مشيتو كنتو تديروها في كوافوره ولا في الصالون ولا شي حاجه، تنقلوا الطريقه كيفاش تخدم لكم، وبقاو تخدموها لراسكم. كاين شي صالون يعني شي سيده اللي راكم مرتاحين معاها وما تدي لكم لا تهيجات ولا الصاغ نتاعها زوينه، خليكم معاها. يعني دابا راه لاصاغ بالثمن ديالها ولا ولي صالون ديال 100 درهم 150 درهم، ماشي بحال ديك الساعه كانت تدير 300 درهم 400 درهم. ما فيكمش اللي تصدعوا راسكم بهذا الشيء، خليكم مع مولات الصالون ديالكم، ولكن تجيو معكم الطالك، تجيو معكم البيابين وزيت النمل. الطالك والبيابين وزيت النمل مهمين البنات، مهمين مهمين بزاف. لا مارك هي هذه اللي قلت لكم ديال لاساك اللي تنعاود نهضر لكم عليها، اللي هذه اللي مكتوبه فيها كريم دي بيلاتواغ ماد ان ايطالي، هذه ايطال واكس، ايطال واكس. هذه ايطال واكس الا سولتوا عليها من المكياج راه فيها لي مارك بزاف. هذو بتقراو بوغ اوم تاعت الرجال، تاعت تاعت لا بو سونسيبل تاعت البشره الحساسه. وبرو واكس هي البرو واكس نتاعتي، ولا تقول لي عرفت الله انا والبتليني وقت ما استعملت لاسيغ تنمسحها، ولكن باقي خدامه مزيان، باقي تسخن مزيان، علاش غادي نلوحها؟ انا هاد لي برودوي ديالي ديرهم بوشيطه وجمعهم وقت لاسيغ تنجبدهم. تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا كثر وردوا البال، الله يعطيكم الستر. بلاتي بغيت نوريكم واحد لامارك ديال 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 هادو باش تنخدم مزيان، حيت باغفوا تنمشي ما تلقاش ديك الماركه باش تنخدم، وتعطوني واحد لامارك ما زويناش ملي تديرها على لاصاق ديالك، ما تتبيش تهز ليك لاصاق تتقطع، او لا تتبقى ليك تتبقى ليك البون تتبقى ليك لاصقه ليك فوق يديك، ولاصاق ما مهزوزه وتتولي الروينه. بلاتني نوريكم لامارك ديال لي بون. دونك هادي هي لامارك نتاع لي بون، هادي هي لامارك نتاع لي بون. الى رديتو لها البال حتى هي ماد ان ايطالي. انا هادو هما من نهار عقلت على راسي بوغ لا بو ايبو اليرجيك، ما تلصقش لنا هاد لي بوند، ما تيلصقوش لنا على لا بو. راه بارفو تطيحوا في شي بوند اللي تيلصقوا لكم على لا بو ديالكم، واجم حيدها لكم. المهم غادي نخليكم دابا تهلاو فريوسكم بزاف، سمحوا لي ما بينش وجهي حيت على اثناء باش نستعمل لاصاق. والله العظيم الا فكرت في البنات اللي متابعيني واللي ديما تيسولني على لاصاق اللي تنستعمل وكيفاش لي برودوي اللي تناخد. انا وريتكم دابا لي برودوي الا بغيتو تاخذوهم، ولكن بالنسبه لاصاق تمشيو يعني دخلوا لي فيديو في اليوتيوب. ما نقدرش انا نصور
ما عنديش ما كاينش كيفاش ندير، ما يمكنش ليا نصور اللحم ديالي، عرفتوني دايره الفولار، ما نقدرش نصور يديا ولا رجليا ولا نصور شي بلاصه ثاني ديال لاصاك. دخلوا لي فيديو، اجتهدوا وقلبوا وتعلموا وديروا الحاجه لراسكم واعتمدوا على نفسكم، ولكن ماشي تستغناو على الكوافورات، راه على راسنا وعينينا، راه كاينين شي حوايج اللي ما نقدرش نتقنوهم. الا شفتي راسك درتي لاصاك وبقيتي تتخربقي ولا بغيتي تحرقي لابو ديالك، تبتي الله دوتا تمشي عند لي سيتيس ديالك مع من اللي تتمشي عندها، وطلوا فريسكم بزاف، تنحماق عليكم. وما تنساوش جيم، ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو اخر ان شاء الله.